suci Al-Quranul Karim daripada surah Syuara bermula ayat 31 dengan membawakan tarannum wajib, tarannum ras dan usoba. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأت به الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم.
السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين.
وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Peserta yang baru saja memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim itu tadi ialah Encik Maman Ashraf Hairam bin Tuan Rusli yang merupakan Johan Menunggu. Majlis merakamkan ucapan terima kasih.